السلام عليكم. عندما تكون الإرادة والإخلاص والرجال تصنع المعجزات. اليوم وزير العمران والمدينة يعود إلى ملعب تيزي وزو للمرة الثانية في ظرف أسبوع، وصور رائعة لهذا الملعب اللي في الحقيقة ما راهش معجزة يعني في حد ذاتها، لكن العمل جبار يعني وقيم خلال الأشهر القليلة الماضية. وشكون كان يقول يعني عندما شفنا حالة الملعب كيف كانت هذه بضعة أشهر، شكون كان يقول أن الملعب هذا سوف يصبح كما راه الآن. إذن نقول شابو برافو لهذا الوزير. أترككم مع الصور ولنا لقاء آخر مع في ملعب تيزي وزو في غضون غدا إن شاء الله، لنشاهد أبهى الصور وأجمل الصور أكثر من هذا. ونخليكم مع نهاية الفيديو. والسلام عليكم.